أكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إيهاب الطماوي في تصريحات للتلفزيون المصري أن الجميع في الحوار الوطني يسعى إلى تحقيق التوافق، وأشار إلى أنه داخل الحوار لا يوجد أكثرية وأقلية، فالجميع يطرح الآراء بشكل حر وشفاف. إحنا في الحوار الوطني بنسعى للتوافق، المساحات المشتركة، وعند الاختلاف في الآراء وتنوع الآراء نعرض جميع الآراء. لوائح الحوار ليس بها تصويت، ليس بها مغالبة، ليس بها أكثرية وأقلية، وبالتالي النهاردة وعلى مدار ساعات طويلة أقدر أقول لسيادتك أن طرح ثلاثة آراء. رأي يرى أن القانون القائم للأحزاب كافي، وأن علاج بعض المشكلات الخاصة بالأحزاب تتعلق باللوائح الداخلية أو التنظيمات الحزبية وما إلى ذلك من الأمور. بعض الآخر يرى ضرورة تعديل في بعض أحكام قانون الأحزاب القائم بزيادة دور لجنة شؤون الأحزاب بإتاحة الفرصة لأن يكون ضمن المتبرعين أشخاص اعتبارية مع الأشخاص الطبيعية، بجعل أدوات تساعد في دعم التعددية الحزبية والسياسية. وده رأي، في رأي بيقول لا، اعمل قانون كامل للأحزاب السياسية من أول وجديد. لكل رأي احترامه،